ثاني ونعمل تعليق بسيط على خطاب سيد رئيس الجمهورية البارح. سوف أنقل ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي من معظم تقريبا التونسيين اللي تبناه الشارع التونسي. يقول لك باقي ما فهمنا حد شيء، يقول لك باقي علاش يتكلم باللغة العربية الفصحى الصعيبة، اللغة العربية القحة اللي هي مش الناس الكل تنجم تفهمها. شنو آخر تعليق؟ يقول لك وكأنه احنا قدام معناها مقطع من فيلم الرسالة، كيف كيف هذه اتقالت. يقول لك معناها نسمعوا 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 في الآخر ما خرجنا بحتى شيء. هذا هو تقريبا معظم التعليق. فما شكون يقول يعني النقطة اللي ترقلها سيد رئيس الجمهورية، يقول كونه مناطق المحرومة يلزمها ويلزمها، فما ناس شافت وكونه تأجيج لهنا وكأنه تقسيم للمجتمع التونسي. دونك شاكان أ سا فاسون دو فوار لي شوز. احنا مش نحاولوا اون ديكورتيك شوية لما حالة كان فما حاجة تتفهم منه الخطاب نحاولوا نفهموها مع بعضنا. يسري نخلي الكلمة، أنا بيرسونيلمون تفرجت عليه مرتين خطاب سيد رئيس الجمهورية، الحقيقة ما فهمت حتى شيء. شوف عبد السيف، احنا قلنا المرة اللي فاتت وحكينا في الخطاب اللي فات، قلنا السيد رئيس الجمهورية الشعب التونسي ينتظر منك خطاب طمأنة. خطاب طمأنة يلزم يوصل لكافة شرائح المجتمع بال 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 باللغة السهلة البسيطة المبسطة اللي تمس المواطن التونسي مهما كانت درجة ثقافته. اليوم ابارامون حسب ماني فاهم فما اشكال في المستشارين نتاع الاتصال نتاع رئيس الجمهورية. علاش نقول الكلام هذا؟ على خاطر الى هذه اللحظة ما حبوش يبدلوا طريقة خدمتك. تعرف السيد رئيس الجمهورية عنده مستشارين يوجهوه ويتفقوا معاه على طريقة معناها قول الخطابات، معناها طريقة الخطاب الخطاب. كان لاحظت زادة أنه رئيس الجمهورية هو بيدو لقى صعوبة في بعض الأحيان في تبليغ المعلومة باللغة العربية الفصحى، وتلز في برشا أوقات إلى الرجوع للغة العامية للدارجة متاعنا. يا سيدي رئيس الجمهورية، التونسي يستنى منك باش تطمئنوا، راو الخطاب يصبح ممل ومقلق. صدقني ما نجمتش نكمله، صدقني بديت ركزت 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 وما نجمتش نكمله. نستنى في خطاب يطمئني. اليوم الناس قاعدة تستنى في خطاب، تتفكر قبل توجيهات سيد رئيس وخطاب الباهي وكل لغة سهلة، خاطر اليوم بالحق الناس راهي يا سيد رئيس، فما ناس ما تخرجش من ديارها، فما ناس فما عباد فما نساء معناها شادة الديار ما تخرجش، ران الناس فدت ترشقت. زيد عليها خطاب رزين شوية، رزين رزين من الناحية الاتصالية ومن ناحية توصيل المعلومة رزين. الدليل على ذلك ولو انه انا ان شاء الله ما هوش قاعد يقع في توظيف العمليه هذه لامور سياسيه اخرى. ثبت المخرج كيفاش ركز على بعض الوجوه الحاضره في الاجتماع والصور كيفاش ركز على مثلا عبد اللطيف المكي، كيفاش ركز على رئيس الحكومه، كيفاش ركز على غنوش. وشوفوا تلخص كل شيء الجريماس تاع وزير الصحة عبد اللطيف المكي اللي هو راه تحب ولا تكره المرة هذه هو معناها أكثر وزير صاير عليه ضغط في المرحلة هذه. صحيح. يعني ممكن أنا ظهر لي البارح الراجل يحط في يديه على خده يكمش في شعره وحط يديه على وجهه كأنه يقول أنا فاش قاعد نعمل لهنا، فاش قاعد نندب هنا، كان مشيت خدمت على روحي في وزارة خير بطريقة أخرى. الخطاب شنو فهمت منه من الأخر؟ فما إشكالية أخرى أنه وقع استعمال راه الخطاب في نفس الوقت في قناة أخرى بعد ما عدوا الخطاب جايبين معناها منافس في الانتخابات الرئاسية لرئيس الجمهورية اللي هو جاي باش يحل الخطاب وبدأ يحكي على العملية هذه. تحس كأنه فما توظيف للعملية، العملية الاتصالية بكلها فما توظيف.
يحكي وكيفاش، ولو انه هو زاد كيف كيف ما يتسمعش، واللي يحكيه الكل معناها باش نردوها معناها جمعيات خيريه. راجل ناسي انه هو كان باش يحكي في بلاصه، معناها باش يحكي في بلاصه رئيس جمهوريه، رئيس دوله، راك ماكش ماكش نبورت كي الجمعيات الخيريه، وناخذ الجمعيات الخيريه واحنا كحكومه احنا كدوله. هنا المترشح تحكي على القادم معاه للدور الثاني، معناها الدور الثاني وما طلعش في قناته، في قناه اخرى راهو فما، مانيش عارف شنو اللي قاعد يصير، شنو اللي قاعد يصير. خاطر البارح بالحق تشوف المخرج كيفاش قاعد يركز على الوجوه اللي حاضره، ما كناش نشوفوه شيء هذا في خطابات رئاسه الجمهوريه. نحكي رئاسه الجمهوريه قبل كيفاش الناس اللي حاضره، كيفاش قلقه، كيفاش فاده، لا قبل بالله يكون الوضع السياسي كان الخطاب واضح، كنت تسمع تخرج بحاجه من خطاب رئيس الجمهوريه، تخرج بطمئنه لا يرحمه باجي قايد سبسي، معناها كان كيف يتوجه خطاب للشعب، حتى بالليغريماس، حتى بضحكه بغزره، معناها يطمن الناس، يبعث الامل في الدوانسه. قبل كنا راهو سيد رئيس راهو في 20 مارس كنت فكرته وقت كنا سيد رئيس راهو الشعب التونسي في حاجه لخطاب نتاع طمأنة بالضبط، وهذه معناها غير مفهوم بالحق، مش مفهوم غير مفهوم يسري. وزاد فما حاجه اخرى، معناها توا المشكله نتاع وين الفلوس، وين الفلوس، وين الفلوس، ماذا بينا يا اخي سيد رئيس، معناها احنا نسالوك وين الفلوس نتاع التوانسه، ولا انت تسال التوانسه وين الفلوس؟ هذا الكل معلوم من الشعب التونسي. هذا بالضبط، هذا توا ذا سؤال، معناها يا رسول الله، معناها التوانسه هما اللي يسالوا القاده نتاعهم ويسالوا رؤسائهم وين الفلوس، والا الرئيس يسال التوانسه وين الفلوس؟ الفلوس هذه حاجه، انتوما وين الفلوس؟ وحاجه ثانيه انتوما ترجعوهم لنا الفلوس. حاجه ثانيه يسري، حكايه على المناطق الداخليه والمناطق المحرومه، معناها بكل موضوعيه تو سيد رئيس الجمهوريه، معناها انت قلت في وقت ما ومشيت للعديد المناطق، زرت عديد المناطق الداخليه وعملت زيارات ميدانيه مشكور، وقلت لا انت عندك اصدقائك اجانب وكذا باش يعملوا، وعدوك باش يعملوا ديزانفستيسمون واستثمارات في المناطق الداخليه هذه. يا اخي فاش نستناو باش نمشيو سور تيرا ونجيبوا لهم هالاستثمارات هذه ونعاونوهم المناطق الداخليه ونخدموا اليد العامله ونشغلوا الناس في المناطق هذه، وعلى الاقل تولي مناطق حيويه ديناميك، فما برشا مناطق بالحق تحسها مناطق معزوله مازال ما عندهمش ضروريات الحياه. هاو قايد سيد رئيس باش نوفيو بالوعود اللي التزمت بها، اللي قلتها، اللي تواجهت بها للتوانسه. هذه حاجه معناها، وحاجه ثانيه مش حتى في اطار الدعابه، معناها انت الناس هذه طمنتهم، وحتى في اطار الحمله نتاع برشا ناس تسميها حمله البوس والتعنيق الى اخره، هذيك اللي شفناها الناس الكل تو ربما الكورونا تمنع، معناها عافانا وعافاكم الله، لانه عن طريق اللمس يتعدى، لا نجموش نبوس ولا نعنقوا، خلينا نمشيو سور تيران توا ونهبطوا للناس هذيا ونهبطوا نعاونوها ونعملوا لها الاستثمارات نتاعها ونشغلوا لها اليد العامله ونحركوا المناطق الداخليه ونعملوا شويه توازن في الجهات، مش بالقانون نتاع التمييز الايجابي اللي قتل جهات ايضا وخلى جهات مقتوله من عند ربي، معناها ما فما حتى تطور. قانون التمييز الايجابي شنو جاب للمناطق الداخليه والمناطق المحروم؟ ما جاب لها حتى شيء، بالعكس فقر المناطق الاخرى اللي هي تضرت من قانون التمييز الايجابي. هذا هو تقريبا قانون الخبراء. نحكي باش نحكيو باللغه المنطقه الاقل فقر، نعطيوها الفلوس اللي عند اكثر واحد باش نعملوا معاه اكثر واحد، هذه معناها مش ما يلزمهاش معناها جيني ولا انسان، معناها عنده برنامج سياسي واقتصادي وواحد باش يقولها، ينجم اي واحد يعمل البرنامج. مش هكا راهو سياسه الدوله ما تتسطرش كيما هكا، راهو فما سياسه نتاع دوله كامله كيفاش باش شنو الاولويات. مش المنطقه المحرومه نعطيها اكثر فلوس، سير هذه حتى كان جيب ولدي صغير تيقول لي الكلمه هذه، البلاصه الاكثر واحد فقير نعطيوها اكثر فلوس. مش هكا، مش هكا الخطابات تتوجه. ثم هذا اذا كان هذا برنامجكم الانتخابي يا سيد الرئيس، ما تعطيش بديتا يقول رانا باش نمشيو للمناطق المحرومه باش نعملوا المصالحه، ولو انه انا ما ريتش انه هو وقتها. احنا اليوم يا سيد رئيس الجمهوريه اذا كان اليوم باش نخرجوا قانون المصالحه باش احنا المصادقه على انه السيد رئيس الحكومه ينجم معناها يصدر مراسيم بتطبيق الفقره الثانيه من الفصل 70، التو واحدين فيها وشوف الكورونا وين واصلين، وصلنا التو 400 وقداش الحاله، وناس مساكن معناها برا، شوف ناس شيكاتها راجعه، وناس معناها ضايعه، وناس واحد، ولليوم ما نجمناش نخرجوا معناها قانون. تحكي لنا على قانون نتاع مصالحه وبعد باش نخرج معناها. شوف يا سيد رئيس الجمهوريه، اعطيونا الحلول بالحق الملموسه لاي بلاك ملموسه اللي فيسا فيسا اللي مسأم قومي نجم ياخو حاجات اونيتا ديورجونس معناها باش تاخذهم معناها في الوقت. الحاجه الوحيده اللي ممكن انا معناها ريتها تصلح، انه وقت لقال سيد رئيس الجمهوريه خطاب، فماش خطاب معناها حب يقصد، فماش خطاب ثلاثه رئاسات، فما خطاب نتاع
خطاب دولة واحدة، يعني فما جهة واحدة، يعني على أساس أنه قبل إن شاء الله يتطبق على أرض الواقع. وفما نقطة أخرى سدى علقوا عليها برشا توانسة، وتنخلي لك الكلمة مصطفى كيف كيف أنت تعقب عليها، وقت لا يسأل على الفلوس متاع 2012، معناها سيد رئيس الجمهورية أنت بجنبك سيد رئيس الحكومة اللي هو كان وزير مالية في الوقت هذاك، معناها باش نسألوا على الفلوس المصادرة وغيره قريب ليك، معناها سورس قريب ليك تنجم تجاوبك بالديتاي، معناها أنت منك المصدر ديريكت. يجيبوهم تو الفلوس معناها ونجم نواجهوا بهم الوباء هذا ولا 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 والكارثه هذه ولا، معناها اسكو سي نجموا تو نعملوها ولا لا؟ بالضبط، معناها انت قدامك تو سيد رئيس الجمهوريه، قدامك اعضاء الترويكا، معناها براتيكمون قدامك شيخ راشد الغنوشي، قدامك سيلياس الفخفاخ اللي كان وزير ماليه في 2012، هما ينجموا يعطيوك وين مشات الفلوس المصادره، لانه في الفتره هذيك وقتها خرج، وانت ذكرت الفتره سيد رئيس الجمهوريه 2012. ان شاء الله على كل حال، ان شاء الله احنا وان شاء الله التوانسه الكل يكونوا غالطين، معناها ويكون بالحق فما رسائل ايجابيه، ويكون فما عمل على قدم وساق من طرف سيد رئيس الجمهوريه، لانه الفتره خانقه، الفتره ما عادش معناها تحتمل اي مزايدات، ما عادش تحتمل اي شعبويه، ما عادش تحتمل الشعب يريد، ما عادش تحتمل الالفاظ المطاطة هذه. دونك خلينا نخرجوا منها. نخلي لك الكلمه زميلي مصطفى، كيفاش تقبلت خطاب السيد رئيس الجمهوريه ومدى قبوله لدى المواطن التونسي؟ يعطيك صحه عبد السلام، هنا نستندوا اغلبيه التعليق في الفيسبوك. الحق الخطاب هو بلغه عربيه صعيبة شوية على الشعب التونسي اللي مش مستانس بالخطابات، يعني باللغة هذه. هذا في المسار الأولاني. فما عدة مسارات قانونية خاصة في قانون المصالحة تحملوا برشا يعني تشريعات خاصة قانونية إلى مجلس النواب، إلى عدد حصر عدد رجال الأعمال اللي باش تتم معاهم المصالحة. لهنا فما برشا وزارات بطبيعة الحال باش تدخل في العملية هذه، ما بين وزارة يعني وزارة التكنولوجيا والاتصال والتحول الرقمي، ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الاقتصادية، الحوكمة الرشيدة، وزارة الوظيفة العمومية. يعني المشاريع هذه باش تقبلها برشا وقت، ولكن الشعب التونسي في الوقت هذا حاجته كما قلت انت يسري باجراءات استثنائيه في الوقت الحالي، ارجان مستعجليه اكثر من انها استثنائيه، استعجاليه. ما عادش الوضع يستنى اكثر. المشكلة اللي نحن لهنا قاعدين نحكيه على تفسير الخطاب في عدة مسائل، ولكن أغلب الظن اللي هي رسائل مبطنة حسب ما شفت أني، يعني تغير الوجوه، فما رسائل مبطنة من 2012 يا حكومة اللي سبقت الحكومة توا متاع سيد قيس سعيد مع سيد الصفخفاخ. شنو اللي عملته من 2012 التوا حكومات بتدريبيان، هو هي رساله مشفره الى الحكومات المتعاقبه. شنو اللي عملته؟ شنو كان رصيد الدوله قبل 2011؟ شنو كان رصيد الدوله بعد 2011؟ الفلوس وقته يعني تصور وقته للرسائل المبطنه هذه توا هذه، معناها ما نعرفش نفعل معك تحب ولا تكره يسري. اللي فما باشا قرارات ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النواب، ما فماش تنسيق كبير. فهذا هو الإشكالية الأكبر اللي حاليا مجلس النواب يحس في روحه اللي هو مضغوط بفيروس الكورونا. يعني قاعدين نطبقوا احنا آليا عن طريق الويب كام اللجان اللي قاعدة تخدم، يعني كل نهار التقارير اللي قاعدة تخرج، كل نهار المقررات اللي قاعدة تخرج كل نهار، اللجان المالية، اللجان يعني الموجودة قاعدة تشتغل ولكن عن بعد. احنا التوانسة مازلنا ما استنسناش بالخدمة عن بعد. فما جلسات عمومية، فما برشا قوانين استثنائية اسمها تصير توا، خاصة على المستوى الاجتماعي. راهو الشعب التونسي انت كلزمته بالحجر الصحي في داره، منين ليه منش يجيب الفلوس؟ فما برشا عبيد اللي هي، وهذا قالوا رئيس الجمهورية، قال راهو ناس معنا حب كانوا يوصل البارح رسالة للرئيس الحكومة، قالوا كانوا باش يقولوا رد بالك راهو الشعب باش يجي عليك، كانوا باش يقولوا راهو الشعب جاع راهو ما عادش تنجم، وقالها تقريبا قالها بالمعنى واضحة، يعني قالوا الناس راهي ما عادش حتى القليل اللي مخبيه راهو فاء، مع الارتفاع في الأسعار اللي قاعدين نشوفوا فيه، مع الاحتكار اللي قاعدين نشوفوا فيها، مع اللهفه نتاع التونسي مع اللي نشوفوا فيها، مع عدم الناس تستنى في حاجات معناها عمليه براتيك
في معناها التطبيقيه للخطاب اللي قالوا للاجراءات والقرارات اللي خدام رئيس الحكومه واللي قال مخاصه في ماده الشيكات وماده ال 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 الكريديت بربي تولي الشيكات يسري خليني نعقب راهو برشا تشكيات من برشا مواطنين يلوموا على البنوك علاش معناها تتسبب شيكات وعلاش على خاطر البنكاجي ما جاتو حتى انستركسيون حتى سيركولير حتى حاجه تقول له كيما جاتو في فما جاوهم في الكريدي وقالوا لي انه بعض الناس اللي صبوا له اللي جبدوا لهم الكريدي معناها رجعوا لهم فما بنوك بدات تراجع في لي زيشيونس اللي جبدوهم. لكن بالنسبه للشيكات ما جاهم حتى شيء. ورئيس الحكومه وقت اللي قال نعاود ونثبت الكلمه اللي قالها راهو قال معناها باش نعملوا مبادرات تشريعيه معناها لي في خصوص الجرائم الماليه. تعرف اليوم اللي البريافي اللي يجي لعد المنفذ فما واحد اليوم يحكي لي قال لي الشيك على 50 دينار باش خلص عليه بريافي ب 130 دينار. يثقلوا في كاهلهم الناس هذوما. واش قالت العباد هذه؟ قالت لك رانا باش نتلزوا نتكلموا مع بعضنا ونتفاهموا مع بعضنا الناس كله باش نعطوا نحلوا الناس الكل. ما عادش لا الكاري قاعد يستنى فيها وخليني مانيش باش نخلص له الكلام باش يصبر عليا. لا الفورنيسور معناها صابر عليا ولا البنكاجي يصب لي في اللي شيك. على حكايه الكومبونساسيون هذه يلزمها تقف. راهو فما مشكل سيد رئيس الحكومه يلزم قرارات جريئه واستعجاليه في الحكايه هذه. راهي الناس راهي فما ناس اليوم قالت لك باش تدخل الحبس في مخها توفى الكورونا باش يجيو ديريكتومون يهزوه من دار يحطوه في الحبس على خاطر الشيكات ورجع وعنده ولات له برشا شيكات قلت لك على 50 دينار. البنكاجي ولا ورجع شيك على 50 دينار السيد اللي مصدر الشيك هذا باش يخلص عليه على الاقل 130 دينار بريافي برك خلي لي بعد به هيك.